صناعة المنخل والغربال من الصناعات القديمة اللي قربت تندثر. نزلنا سوق البندر في دمنهور، واحد من أقدم أسواق محافظة البحيرة، علشان نتعرف أكتر على الصناعة دي من عيلة بقالها 100 سنة بتشتغل في صناعة المنخل والغربال. أنا جمال المناخي من شبرا دمنهور محافظة البحيرة، 62 سنة. شغلانتي ديت أنا بنحبها عشان شغلة جدودي اللي هي المناخل والغربية، كنا بنشتغل منها زمان ياما، دلوقتي بخفق لان السحب عليها خفيف برضه مش زي زمان. المهنه ديت منخل بيحللوا بيه الدقيق وبيعملوا بيه الغله، الغربال بيعملوا بيه الغله، وكان الاول يطحنوا وما زال في الفلاحين بتطحن، يعني تاخد الغله تطحنها في الطاحونه وتيجي تاخد مننا مناخل تحللها. المنخل بيجي طاره خشق من قلب المنوفيه، واحنا بنجيبه السلك ونعملوه والحرير ونعملوه اللي هو القماش. دلوقتي كله بقى ايه، بنجيبه جاهز دلوقتي عشان ما فيش حد بيتشغل ولا حد ليه في المهنه خالص دلوقتي. يعني اللي عندنا كلك ايه، اتكرضوا. مهنه لا فيها غش ولا فيها حاجه، وحياه بمرض الله. بتعمل شغلك على ايديك وانت عارف بتعمل شغلك ازاي، وتروح تبيعه في السوق وربنا بيرزقك تاكل وتربي عيالك منه. يعني لو انها ضعيفه بس فيها الخير وفيها البركه. الخشب ده بنجيبوه من المنوفيه طرات فرط، سمروه عندنا في البيت، ونجيبوا سلك من عند المستورد، اي مستورد. السلك ده بنقطعوه على قد الايه؟ على قد الرقعة، وبعد ما نقطعوه نيجي مسمرينه وتحط له المشمعه، ادي بقى بنك. ايام الغله يبيعوا ياما شوية لكن بعد المواسم ما فيش حاجة، خفيفة كلها. لما تبقى عندها واحدة عندها عروسة لازم طقم فرن، اسمه طقم الفرن ده، لو هتخبز تخبز، لو حماتها بتخبز هتخبز، مش هتخبز خلاص بتركن زي أي فلسفة. لا، الصنعة ما تبقى نظيفة تبص تلاقي إيه، المخرج نظيف. كل ما يشوفش من الغربال يبعمه، كل الغربال جديد ليه شده. يعني خدت يومنا برضو ما بقتش زي الاول خالص، خلينا صراحه. يعني الاول كنا نبيع في سوق زي ده كده، النهارده الاثنين اهو سوق، كنا نبيع ايامه بتاع 100 منخل ولا 150 منخل، النهارده ثلاث اربع خمس منات. شغل اني بقى لحد ما ربنا ياخد وضيحته، خلاص خلصت.